ينادي وسط قلبي عقد من قسوة الوقت وافعاله قوية اشداد. يوم الثلاث عصر جاني علم هز البلد 24 شهر ابريل مؤلم وحاد. عمك توفى رحل من عيش بقعة وشد وصابني بعد هذا في اللسان العقاد. قصيدة كلمات صالح نادي محمد الغرسي عزا ورثاه في موت عمه المرحوم علي محمد علي الغرسي. يا حناف فايز ابو شمس عزفاء ابو خليل عبد الفرحان وايق حازيات مع ثياب تسجيلات الفائز تمام. يا الله لك الحمد ما يحصى ويشمل عدود والشكر لك قبل قول اللسن قال الفؤاد ما لاح بارد وبعده كل رعد رعود وما تشن السحايب وارتوى كل واد فيما علينا تقدر نحمدك يا صمود حكمك على العبد ما دون مرجع وراد راضي وماضي بحكمك في الرخاء والشدود وممتثل حسب شرعك في طريق الرشاد يا رب عبدك لغفرانك وعفوك قصود ومرتجي رحمتك واللطف وانت الجواد وسألك العون للصابر وزيده مدود وثبته يا إلهي في طريق السداد من بعد قال ابن ناجي وسط قلبي عبود من قسوة الوقت وافعاله قوية شداد يوم الثلث عصر جاني علم هز البلود 24 شهر ابريل مؤلم وحاد عمك توفى رحال من عيش بقعة وشود وصابني بعد هذا في اللسان العقاد زلزل كياني وحسيت اني دمي جمود انهارت اعصاب جسمي كلها برتعاد ضاقت بي الارض واظلم نورها واكتبت وشفت انا كل شي حولي تحول جماد والحزن شب الحرايق وسط قلبي وشود واحرق ضلوعي بنيرانه ودمر وباد من موت عني طعن قلبي بسكين حود والحزن حمله على صدري تضاعف وزاد حنيت من قلب ما تعلم يزيد النهود حنين منه يذوب الصلب يصبح رماد حنين قلبي على عمي حنين الكنود وما يحن المعد الوقت ضغط الزناد عنو لفقدان عمي كل عزلة وحود وكل شامخ تأثر وعلانه بالحداد على خسارة كبيرة في العوض ما تجود ولا نلاقي مثيلة في عموم البلاد Thank you.
كان المراقه وما رجع للقضايا مرد والمستشار بين رابعه كان يقوله سداد وكان في العرف ما حد له موازي وقود من جالسه او معاه ناقش امور استفاد وكان قد وهم تواضع بهيبة اسود وكلمته نافذه في الكل دون انتقاد فيها الكرم والوفاء كاين بمظهر جسود قبل القريب الغريب يشهد بكل اجتهاد يا ملك الكون من قبل ابن آدم عبود يا مالك الملك يا كافل جميع العباد يا مرتج أرجوك مع العابد لوجهك سجود ترحم وتشفق وتغفر ذنب من لك عاد وسكنه جنتك يا رب حيث الرغود وجنة الخلد تبقى مسكنه والمعود هذا وباقي رسالة بعد ما قد ورود لولاد عمي علي ونعمنا شمع جياد لولاد عمي علي ونعمنا شمع جياد أبوكم وصاصي دايم أهل الأبد تكون وأخوه وهذا غايته والمراد سن المخوة وتدبو مثل أصابع بيود وتكاتفوا في الحياة هذه ودون العناد ولجلكم في حياة سوى الذي قد قدر لا حسب ما الكل راد الصلة والقرابة بيننا والوداد الحال واحد سوا في سلم ولا نكود ما بيننا فرق حتى لو تكونوا بعاد ووالدي قال هو الوالد لكم والسنود يبقى لكم أب من بعد الفاقد والضماد هذا وفي الختم باصلي على صعود فوق البرق عدنا في اللوحة خط المداد صلوا على المصطفى المختار ضد العبود ومن يصلي عليه أفلح بذكره وفاد ومن يصلي عليه أفلح بذكره وفاد للتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216940 أو 7111500400